FM. الكلمة ليك. الخبير هذايا خبير من مركز جنيف لرقابة الرقابة الديمقراطية للقوى المسلحة. رقابة ديمقراطية القوى المسلحة. نعم، يعني المركز هذايا والخبير هذايا يتعامل مع المجلس توا أكثر من عامين، يتعامل مع لجنة الأمن والدفاع، ويتعامل مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة السلاح، يتعامل كذلك مع وزارة الداخلية، مع وزارة الدفاع، ويتعامل مع رئيس الجمهورية. يعني المركز هذايا هذه مؤسسة خاصة. المركز هذه مؤسسة عالمية. العمل الأساسي متاحة والوحيد هو فيما يخص الأمن والدفاع، يعني أعطاء مع هذه المؤسسات كل الآليات لكي تتحسن. معناتها نحكيوا عليها، هي جات في إطار الإصلاح اللي احنا يلزمنا نخدم عليه، معناتها إصلاح المؤسسة الأمنية ومعناتها كل ما هو عنده علاقة بالأمن والدفاع. مهمة الخبير شنو في اللجنة؟ مهمة الخبير هو كان باش يعطينا 20 دقيقة من وقته ويعطينا مقاربة بين عمل لجان التحقيق في البرلمانات في العالم. يعني مثلا الكونغرس والبرلمان البريطاني وربما ألمانيا ومع تجارب أخرى، باش احنا زادة كيف تكون عنا مقاربة، لأنه الإشكال اللي موجود في اللجنة هذه ما ثماش تقاليد. وأنا كل مرة نتفكر وقت نخش في الإعلام يقولوا لي مدام شتاوي راهو المشكل راهو من قبل فما لجان تعاملت وقبرت 9 أبريل والرش وكل تم قدها معتها الاتحاد الهجوم على مقر الاتحاد. يعني حتى اللجان هذه حتى كان لقات إشكال معتها في العمل متاحة، حتى تقرير مخرج. يعني هذا مشكلة كبيرة. هدف قبر الملف في لجنة برلمانية بما أنه فما سابقات انه معناتها فما هذا اللي خايفين منه لجان تحقيق. مدام نبيل ثم سابقات، يعني انا مسؤوليتي اليوم كرئيس لجنه، مش حتى كرئيس لجنه، مش مسؤوليه متاعي، لاني انا صاحبه المبادره، وهذا خمد فيه برشا قبل ما نطلب وين يكون فما معناتها اليوم تحقيق في هذه المساله. يعني المشاكل هذه كلها نعرفها، وعندي انا هي مسؤوليه للنواب، لانه مش معقول اليوم مجلس نواب الشعب المسؤوليه اللي عنده فيما يخص التحقيق ما يخذهاش معناتها بجدية وما يخدمش عليها. يعني اليوم احنا في نظام شبه برلماني ولجان التحقيق ما تخدمش على روحها، هذا سيبان معناتها جانب الرقابي. هو جانب الرقابي هذا مش معقول في مجلس الشعب. شنو صلاحياتكم سيدة ليلى الشتاوي؟ يعني ممكن انكم تحقوا في شبكات في الخارج مثلا، التنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية؟ عنا معناتها نجم نحقوا، ما عنا حتى إشكالية، لأنه حتى شيء ما يمنع اليوم لجنة التحقيق ذي وأنها تتصل بدول أخرى وأنها معناتها الميون بلاس معناتها دي كانو معناتها باش نجم تتعامل مع دول قنوات اتصال، يعني مع دول أخرى فيما يخص الملف ذي. وإحنا نعرفوا النواب اللي مشاو لسوريا معناتها أخيرا يمكن 3 جمعات وجمعتين التالي معناتها وقت اللي رجعوا واتصلوا بي معناتها كرئيسة وقالوا لي راهو الدولة السورية اليوم راهو تحب تتصل بي كرئيس هذه اللجنة وعندها العديد من الملفات والعديد من المعلومات اللي تحب تمدها إلى هذه اللجنة. وتمت إدانتهم من طرف نواب حركة النهضة من الزغلامي، قالت إذا كان عندكم ملفات عندنا نحن ملفات. وهذه الحقيقة الكلام هذا ما يجوزش وسي با نورمال، معناتها وإنه معناتها نائب هكا يخرج ويتكلم بالصفة هذه، يعني ما وشفنا احنا ردود الفعل متاع الشارع ومتاع المواطنين والتوانسة فيما يخص الكلام هذا اللي تقال. هذا مش معقول. وين نقول لها من هذا المنبر اذا هي اليوم عندها ملفات اللي هي شدتها تجي لهذه اللجنه وتعطي هذه الملفات، معناتها باش نكونوا واضحين. الكلمه ليك.